منتبع اليوم التأمل بهالأسبوع، أسبوع الزيارة. منشوف يسوع اليوم عم بيزور لاوي اللي هو متى اللي كتب الإنجيل. زاره برحمته. منشوف إنه قال له يسوع بدك تتبعني بتترك كل شيء، فترك كل شيء وقام وتبعه. تأمل هو الليلة قديش يسوع، شو سر يسوع تا الخاطئ يقدر يترك كل شيء ويتبعه. والخاطئ لاوي ما كان من مكان، يعني كان مثل زكا، كان عشار وكان معه مال. شو سر يسوع كان تا هالناس تتبعه مثل ما نحن كمان تبعينه؟ سره هو المحبة، هو الرحمة. من شي سنتين ثلاثة البابا فرانسيس أعلن سنة الرحمة إذا بتتذكروا، واليوم يمكن كمان مطلوب منا أكثر من يوم مطلوب منا هيدي الرحمة، رحمة تجاه بعضنا، خاصة بهذه الظروف بتراشوا الاتهامات وبالمسبات وما حدا قبلين التاني وما حدا طايق التاني وكل واحد بيتهم التاني، كل واحد بيتهم زعيمه بيتهم حزبه. بتعرفوا هالجو اللي عم نعيشه منه كتير حلو، يعني فوق عايشين بهالأزمة بهالمصيبة، كمان الجو بين بعضنا جو متشنج. فالمطلوب منا اليوم مثل ما يسوع رحمه لزكا امبارح قلت امبارح، واليوم عم يرحم متى. هودي كانوا اثنين خطأ وكانوا حرامية. شو اللي بيأخر ان احنا ما نعيش الرحمة تجاه بعضنا البعض؟ وهذا الشيء مطلوب منا نحن بالأول. مين نحن؟ نحن يلي منقدس ومنصلي ومنتناول. ما راح اطلب من المسيح يلي ما بفوت على الكنيسة، لأنه هيدا ما عم يسمع ولا عم يرى الإنجيل ولا عم يتناول. بس اللي بيحزن أنه ناس مثلنا بيقدسوا وبيصلوا وبيصوموا مش قادرين يرحموا بعضهم ويحبوا بعضهم. فاليوم مع هالقداس مع تذكار موتينا يلي بس كون واحد عم يتوفى منقول الله يرحمه، نطلب له الرحمة، أو هلأ منقول المسيح قام حقا قام، بس كمان الرحمة حلوة واحد يطلبها، الله يرحمه نطلب له الرحمة، رحمة الله. والله رح يرحمه طلبناها أو ما طلبناها، بس هي بس نقول الله يرحمه كمان تنحنا نتذكر أن الرحمة مش بس من الله تجاهنا، كمان نحنا مطلوب نرحم بعضنا. واحتفالنا اليوم هو احتفال الرحمة، يعني واحد بيذكر موته هو عم يصلي لأنه مش عم يطلب الرحمة لموته، وإذا ما صلينا الله ما بيرحم. لا، يعني في ناس هيك تفهم أنه عم نقدس له الله يغفر له خطيه، الله بصلاتنا وبلا صلاتنا رح يغفر له. بس نحن شو عم نعمل؟ نحن عم نحتفل بهالرحمة وعم نشكر على هالرحمة. عم نشكر الله انه لو من رحمته ونحن وين كنا؟ شو كان صار فينا؟ مين منه متكل على رحمة الله؟ كلنا متكلين عليها. فكم بالحري الخاطئ. فهذا وقت مش تنرجع نعيد للتراشو ونتهي تهمات. بحس بده يشيل لبنان اليوم هو الرحمة. بس بلش نتعلم نرحم بعضنا. المسيح المجد، آمين.